السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معكم أحمد العربي من ميدونس مايكروتك إفريقيا وجروبنا على الفيسبوك مايكروتك إفريقيا. بنرجو من الأعضاء الانضمام للجروب بعمل مشاركة الميدونية كي يشاهدها الأعضاء الجدد. شرحنا إن شاء الله النهاردة بخصوص النانو ستيشن ام 2 وطريقة إضافة دولة كومبولانس تيست، الدولة التي تحمل عديد وكثير من الترددات، منها 2 و3 و2 و4 2 و5 2 و6. قلنا ترددات 2 و3 انتشرت الفترة الأخيرة في الاكسسات ال ال جي المتعدله بسوفت النانو ستيشن ام 2. قلنا التردد 2 و3 ما بشوفوش لابات ولا موبايلات يا شباب عشان الناس تكون عارفه، ما بشوفوش الا ترددات زيه بالظبط او تردد زيه زي الاكسسات ال ال جي قلنا اللي هي متعدله بسوفت النانو ستيشن ام 2. قلنا التردد كويس، تردد بيبعت مسافات بعيده، ما فيش عليه نسبه نويز، ما فيش نسبه تشويش، البنج كويس عليه. طبعا الاكسس ال ال جي بيكون 300 ميجا بايت. النانو ستيشن لو شغلناه على تردد 2 و3 هيبس من 2 كيلو ونص الى 3 كيلو، لان النانو ستيشن من الاجهزه الموجهه والاجهزه القويه جدا جدا في البث التوجيهي في زاويه 60 الى 65 درجه. طبعا يا شباب النهارده لو دخلنا في الكونتري الخاصه بالنانو ستيشن اللي معانا دوت، طبعا لو دورنا على دولة كومبولانس تيست قلنا التي تحمل العديد من الترددات مش هنلاقيها موجودة معانا في السوفت اللي هو موجود معانا النهاردة ده شباب. وقلنا جميع السوفتات الخاصة او التي تحمل دولة كومبولانس تيست بتحمل اصدار اكس ام، بتحمل اصدار اكس ام، وفي تحديث اخير من شركة يوبيكويتي اللي هو الاصدار الذي يحمل اكس دبليو. في فرق بين الاكس ام والاكس دبليو. طبعا هنخش في قائمة السيستم وهنشوف نوع الاصدار او نوع الفريجن الموجود. طبعا اكس ام 5.5.10 السوفت دوت حديث، وطبعا مفيش في دولة كومبولانس تيست يا شباب. لو هنضيف دولة كومبولانس تيست للنانو ستيشن ام 2 يبقى هنضيف السوفت اللي انا هرفعه لك طبعا على المدونة. باجي في قائمة سيستم وباجي في ابلود فريم وير، ببدا اضغط على اختيار الملف، باجي في ملف اهوت اسمه فيديو، طبعا بختار اللي هو السوفت معايا اللي هو الاكس ام 556 تمام. بتاكد يا شباب من الاكس ام والاكس دبليو. طبعا هنا عندي اكس ام اهوت، يبقى السوفت اللي هترفع اكس ام. طيب الاكس دبليو، الاكس دبليو بيبقى ليه سوفت مخصص يبقى ليه اكس دبليو. طيب في حاله ان انا لو رفعت الاكس ام على الاكس دبليو طبعا النانو ستيشن مش هيقبله، النانو ستيشن مش هيقبله. في بعض من اجهزه يوبيكويتي النانو ستيشن او البوليت او البيكو ما بتقبلش تحديثات اقل من الاصدار الموجود على النانو. يعني مثلا عندنا 5.5.10 الموجود 5.5.6، طبعا الاصدار اللي انا هرفعه دوت اقل في التحديث عن الاصدار اللي موجود على النانو ستيشن. بس السوفت اللي انا هرفعه لك ده يا شباب يعني يعتبر من الافضل في الرفع، اي نانو ستيشن بيبدا ان هو يقبله عادي مفيش اي مشكله فيه، او اي نانو اي بوليت ام 2 بيقبله على طول اللي هو السوفت الاكس ام 556 ده، لان دورت عليه عندي على المدونه من فتره وطبعا بدات اجرب اما اشتغل معايا كويس مفيش فيه اي مشاكل. طيب هنبدا نرفع السوفت وهنبدا نضغط على اوبن وهنبدا نضغط ابلود ماشي، هننتظر مع بعض اما يبدا يرفع الملفات بتاعتي. واتاكدت من كل وصلاتي اهو، نضغط على ابلود على طول ماشي. هننتظر مع بعض اما يرفع معايا السوفت يا شباب. قلنا لازم نتاكد من الكهرب، لازم نتاكد من الوصلات الخاصه بتاعتي ونسخه اللاب او نسخه الجهاز اللي بنزل من عليه، وانتظر اما يخلص معايا رفع السوفت وير على النانو ستيشن ام 2 علشان ما يحصلش اي مشكله. طبعا مشاكل الرفع السوفت طبعا اما الكهرباء بتقطع او الوصله ما تكونش مظبوطه او نسخه اللاب ساعات بيحصل مشكله في فلاشه النانو ستيشن او كارت اللان. وانا بنزل السوفت في الطريقه ديت بقدر ان انا ارفع السوفت تاني، اجي افتح النانو ستيشن تاني ما بيفتحش معايا، لازم من خلال بقى برنامج ال اف تي بي ببدا ان انا ارفعه، وساعات من خلال برضك البرنامج ما الفلاش او السوفت او الدمبه ما بيترفعش، فبضطر ان انا افك النانو ستيشن وارجع للمبرمجه واشحنه تاني. هننتظر مع بعض لحظات يا شباب هيبدا يرفع معايا السوفت وير
بطريقة سليمة وطريقة سهلة. طبعا زي ما انتوا شايفين كده النانو ستيشن ايبل السوفت مفيش اي مشكلة عندي. طبعا لو في اي مشاكل من البداية بدي لك ايرور كده ان هو مش قادر يرفع او الملف الموجود مش هيترفع على النانو ستيشن لان هو اقل في التحديث عن الملف اللي موجود والاصدار الاعلى منه. هننتظر مع بعض لحظات يا شباب، مش هنوقف الفيديو علشان بس مشكلة السوفت وير بتقابل الناس كتير. تمام، مش عايزين بقى نقعد نقفل الصفحة ونفتح الصفحة، نسيب كل حاجة براحتها خالص ونبدأ نخش في قائمة الوايرلس ونشوف الدولة اترفعت معانا كومبلاينس تيست ولا لا. هنبدأ نخش اهو لوك اون وننتظر مع بعض لحظات، هنخش في قائمة الوايرلس على طول. طبعا كومبلاينس تيست ما كانتش موجودة، هنخش اهو ندور في الدولة، نبدأ واحدة واحدة مع بعض كده، نبدأ ننزل اهو. ظهرت معانا هي كومبلاينس تيست، ظهرت معانا كومبلاينس تيست، نبدأ اهو. وطبعا الدولة بقى بتبدأ يا شباب زي ما عارفين ان هي بتفتح ترددات كتيرة جدا جدا. نعمل اهو اكسس بوينت، هتبدأ تفتح معايا ترددات اهو بالفريكوانسي اهو. شوف زي ما انتوا شايفين 2 و3 و2 و4 و2 و5 ماشي، و2 و6 زي ما انتوا شايفين، حتى 2 و7 موجود. كلام جميل، يبقى كده النانو ستيشن رفعنا السوفت وير بدون اي مشاكل. وطبعا كان في اخ بيسألني على الخاص بسبب السوفت دوت، عملت له الشرح. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.